باذن الله امبارح، الله يخليك. بينما لعيبه الاهلي بينضموا للمنتخب، كان معاهم مدير الكره الكابتن خالد بيبو، وجلسه مع الكابتن حسام حسن، ويعني زي عرض الامور. ودي الحقيقه انا نقطه شفتها مثاليه، فكره ان كل واحد يوصل افكاره وايه اللي شايفه، ايه ملاحظاته، علشان يبقى التنسيق واضح، ونتمنى دي تستمر. يعني ايه تفاصيل الجلسه اللي تمت مع الكابتن حسام امبارح؟ والله طبعا من يعني الطبيعي جدا ان الناس لازم تتكلم مع بعض. كابتن حسام ده المدير الفني لمنتخب مصر، عنده مهمه صعبه مش سهله، ظروف تولي المسؤوليه في وقت صعب مش سهل، الناس كلها بتطلب منه طبعا ان هو يحقق نتائج ايجابيه. جاي بدعوه من الجمهور، الجمهور كان محتاج ان هو يشوف الكابتن حسام حسن مدرب وطني، فلازم كلنا نتكاتف ان شاء الله ان هو ينجح وربنا يعني يكتب له نجاح. محتاجين ان احنا نساند ونساعد المدربين المصريين، كابتن حسام من المدربين يعني الوطنيين اللي نتمنى لهم النجاح. الموضوع كله بسيط، احنا لازم كلنا نتكلم مع بعض. مظبوط. فكره ان يبقى كل الناس بعيد عن بعض وما فيش حوار، ما فيش بتاع، كل ده لا هيبقى في مصلحه الكوره ولا في مصلحه النادي ولا في مصلحه المنتخب. محتاجين ان كل واحد يعرض كل الامور اللي عنده بمنتهى الامانه، بمنتهى الشفافيه، تمام، بحيث ان احنا في الاخر. انا عندي لعيبه كانت مرهقه، اكتر لعيبه لعبت مباريات في السنه دي هي لعيبه النادي الاهلي، كميه سفريات مش طبيعيه، كميه وقت مشاركه بالنسبه لكل لعيب هو مختلف عن الثاني، بس كلهم فترات المشاركه بتاعتهم طويله جدا. كل الكلام ده كان لازم يتعرض للكابتن حسام بالورقه والقلم، عشان هو يبقى وهو بيحط البرنامج بتاعه عارف الناس ماشيه ازاي واللعيبه لعبت قد ايه ودرجه الاصابات بتاعتهم الفترات اللي فاتت، مين اللي كان بيحس بجد، كل الكلام ده كله اتحط عليه الورق، تمام، عشان هو مش حس بيحط برنامجه في الفتره الصغيره دي ان هو يبقى اللعيبه تقدر تديله 100% بدون ما تمام. تتصاب. ده على مستوى التدريبات ولا على مستوى المشاركه في كل الماتشين حاجه كمان؟ كل حاجه بما فيهم الماتشين، يعني ممكن دقائق معينه، ممكن اسماء معينه تلعب ماتش او التاني، دي كمان اتكلمتوا فيها في تفاصيلها انت يعني. بتشرح له بقى، مفهوم، تمام. كل التفاصيل بكل اللعيبه، والحاجات تمام. التانيه بقى دي بتبقى يعني تمام. في اوانها يعني. مفهوم، مفهوم تماما النقطة دي، لأنه يمكن كان في شكوى من إنه معسكر مارس كان في تنسيق، والزعل إنه مش كل حاجة تم التنسيق فيها حصلت. فالمرة احنا دي النهارده اتكلمنا أيوه والدنيا ان شاء الله نتمنى ان هي تبقى بشكل كويس، تمام. وفي الاخر يهمنا ان عناصر النجاح كلها تبقى متوفره لكل المنظومه. الشناوي هيلعب ماتش من الماتشين، كولر قال كده. ما برضه دي بترجع للمدير الفني، ما اقدرش ان انا اجزم بحاجه من زي دي مش تمام، بتاعتي. مفهوم. بس كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي اتكلمتوا فيها الشناوي نفسه، من ضمن النقاط اللي اتكلمتوا فيها. احنا اتكلمنا في كل حاجه تمام. وكل التفاصيل اتكلمنا فيها، وتبقى الرؤيه الفنيه خالص للكابتن. ممتاز. انت قلت طول الوقت يعني انك لم تجد حد عانى من الانتقادات من غير حتى ما يبدا شغله زي اللي انت شفته الحقيقه. وانا الحقيقه انا بضم صوتي لصوتك، يعني لان الواحد لما يشتغل في ظروف زي دي والتركيز بالشكل ده وفي مكان طول الوقت اصلا عليه السبوت، انا عايز اعرف بعيدا بقى عن كل ده، كيف تعامل خالد بيبو مع الدنيا دي، مع الانتقادات